مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم، برحب بيكم حلقه جديده من مصر. اهلا بيك يا مساء الخير. اهلا يا عمرو، اهلا بحضراتكم. وحلقتنا النهارده فيها اهم الاخبار سياسيا واقتصاديا وفنيا. في الجزء الثاني من الحلقه هيكون معانا الفنان الجميل سامح حسين، اللي تميز باعمال كوميديه اول ما بدا طبعا في راجل وست ستات. ده اكيد يعني كانت بدايه موفقه وناجحه واستمر النجاح. هنعرف كتير عن مشواره، وهنعرف كمان مسرحيته الاخيره المتفائل ازاي كان ليها صدى واسع جدا، خاصة وإحنا بنسعى لوجود المسرح مرة أخرى. في ردود أفعال حقيقة دولية وعربية وإقليمية رافضة لما اتضح بالأمس من تعنت أثيوبي واضح، وهو كان المتمثل في إعلان أثيوبيا بدء عملية الملء الثاني لصد النهضة، وده كان في تحدي واضح وانتهاك صارخ للقوانين الدولية. على ما يبدو أن النظام الأثيوبي بيحاول التعتيم على الجرائم التي ارتكبتها قواته والقوات الإريترية في إقليم التجري، والانتهاكات في حقوق الإنسان التي حدثت في تجري، وكذلك الأزمات السياسية اللي بتحيط بحكومة أبي أحمد بعد فشلها في السيطرة على الإقليم، وحتى بعد الضغوط اللي كانت حتى من ساعات قليلة من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اللي طلب من أبي أحمد وقف ثوري للانتهاكات التي تجرى في إقليم تجري، وضرورة سحب القوات الإريترية من الإقليم وفتح ممرات آمنة في إقليم التجري من أجل دخول المساعدات الإنسانية. كذلك كانت هناك محاولات إثيوبية للزج بالجامعة العربية، على ما يبدو في أنه صراع ما بين أو نزاع ما بين الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي، ولكن الجامعة العربية كان لها موقف يحترم بأن هناك حق لمصر والسودان، وأن هناك ما لا يقل عن 10 دول عربية بالفعل هم أعضاء داخل الاتحاد الإفريقي، ولا مجال إطلاقا للنزاع ما بين الهيئتين أو المنظمتين الإقليميتين الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي. معنا على الهاتف الأمين المساعد للجامعة العربية سعادة السفير حسام زكي. مساء الخير سعادة السفير. اهلا وسهلا استاذ عمرو. اهلا بحضرتك. ردكم ايه على هذا التعنت الاثيوبي، او لا اقول تعنت، محاوله الزج بالجامعه العربيه في هذا النزاع او الخلاف؟ يعني هي كما وصفناها في البيان اللي طلع النهارده انها مساعي في ضغط اسفين بين الجامعه وبين الاتحاد الافريقي. زي ما حضرتك قلت، المؤسستين دول والمنظمتين دول يجمعهم الكثير، في 10 دول عربية هي أعضاء في الاتحاد الأفريقي، أكثر من نصف السكان العرب هم من الأفارقة، وأكثر من ربما تلت السكان الأفارقة هم من العرب. الوضع العربي الأفريقي ده تعاون قديم وعلاقات تاريخية. كون ان تيجي دلوقتي اثيوبيا علشان خاطر تحاول تحقق مصالحها وتحاول ان تلهي الانظار عن التعنت بتاعها، وتحاول ان تدق اسفين بين الجامعه العربيه والاتحاد الافريقي، تحاول ان تصور النزاع على انه عربي افريقي، هو ليس كذلك على الاطلاق. هو نزاع بين دوله منبع متعنته ودولتي ممر ومصب لهما حقوق لا تحترم، ودولة المنبع تنكرها وتصر على إنكارها وتصر على أن تستمر في مسعاها رغم كل المساعي الدولية للوساطة وللإقناع بأنه ما تقوم به إثيوبيا هو عمل خاطئ. سعادة السفير، برحب بحضرتك في البداية، وهستكمل الحوار مع حضرتك بشأن الموقف العربي وتأييده للموقف المصري في هذا الملف، إذا ما كنا نتحدث عنه في عناوين كيف نقرأه. هو ببساطة شديدة هو موقف مؤيد بالكامل. مصر والسودان جم للجامعة العربية في ثلاث مناسبات متفرقة لإحاطة مجلس الجامعة بالموقف الخاص بالعملية التفاوضية أو مساعي التفاوض اللي كانت بين الأطراف، وفي الثلاث مناسبات صدرت قرارات كلها بتؤيد المطالب المصرية والسودانية في هذا الموضوع، وده شيء طبيعي ومنطقي
ومتوقع من الجامعة العربية تجاه عضوين رئيسيين فيها. ف بنقوم بهذا، بعثة الجامعة في نيويورك بتقوم بهذا مع الوفود العربية، أعضاء اللجنة اللي تم تشكيلها في القرار الأخير، والمساعي مستمرة، والهدف إن احنا نساعد الدولتين مصر والسودان في تحقيق هدفهم من الوصول إلى تفهم أعضاء مجلس الأمن لوجهة نظرهم وخروجهم بما يمكن أن يساعد الدولتين في إطلاق عملية تفاوضية تحفظ لهم حقوقهم وتلزم الطرف المتعنت بأن يتراجع عن تعنته وأن ينخرط معهم في مفاوضات جادة وفق إطار زمني وملزمة له، بحيث أنه الوضع السائب المائع الموجود حاليا يتوقف ويتبدل بشكل جديد. سارة السفير، المجموعة العربية طبعا تونس بتمثل العرب في كعضو في مجلس الأمن في هذه الدورة، وأيضا السعودية لها دور والعراق لها دور، وهناك تنسيق مصري مشترك مع الجامعة ومع الدول العربية. برأيك ما الذي يمكن أن يحدث خلال الساعات القادمة من جهد عربي مشترك وليس فقط مصري من أجل تأكيد الحقوق المصرية والسودانية قبل جلسة مجلس الأمن الخميس؟ هي مجموعة أستاذ عمرو، مجموعة مساعي واتصالات ولقاءات ومقابلات بتتم على مستوى نيويورك، لأن الحدث انتقل دلوقتي إلى نيويورك لأن مجلس الأمن في هناك، ومجلس الأمن سينعقد يوم الخميس، فالضغط زايد والضغوط مكثفة على الجميع من جانبنا، من جانب العرب، من جانب الجامعة والدول العربية ومصر والسودان طبعا باعتبارهم الطرفين الرئيسيين في كل هذه الأزمة. الضغوط متزايدة على الجميع عشان خاطر كيف يمكن لمجلس الأمن أن يتخذ رد فعل مناسب يتناسب مع جدية الموقف، يتناسب مع جدية التهديد للأمن القومي السوداني والمصري واحتمالات تزعزع الاستقرار في هذه المنطقة. فالاتصالات كتيرة، مقابلات كتيرة جدا زي ما بيوصل لنا، مقابلات كتيرة، اتصالات كتيرة، كل الهدف إنه نصل بمجلس الأمن إن يبقى فيه نتيجة، يبقى فيه نتيجة في النهاية، وهذه النتيجة لابد انها تصب في مصلحه الاطراف التي تطالب باتفاق قانوني ملزم لاثيوبيا. سعاده السفير، يعني ما هو المقصود وما هو الهدف من ان تتحدث اثيوبيا بشان جامعه الدول العربيه وتعاملها مع الامم المتحده وحديثها عن هذا الملف، ويعني مناوشات لابعاد جامعه الدول العربيه وتحييدها جانبا عن الملف وعن التواجد وعن مساحتها المطلوبة والموجودة بالفعل؟ يعني طبعا زي ما قلت من شوية انه الهدف الاثيوبي هو دق اسفين ما بين العرب والافارقة ومحاولة تصوير النزاع ده والازمة دي باعتبارها ازمة عربية افريقية، طرفاها افريقيا ممثلة في السودان وعرب ممثلين في مصر، افريقيا ممثلة في اثيوبيا و عرب ممثلين في مصر والسودان. ده كلام خاطئ جدا طبعا، وقلنا ان هذا الكلام خاطئ وانه ليس نزاعا عربيا افريقيا، ده نزاع ما بين دوله منبع متعنته ودوله مصب ودوله ممر لديهم حقوق لا تحترم، فبالتالي المسعى، كل المسعى انه يحاول اخراج العرب من هذه المعادله، لانه يعلم ان العمق العربي للدولتين مصر والسودان هو عمق له شأن وله وزن، ولا يمكن انه يعني هيقدر يواجه كل هذه الضغوط، بالذات اذا تجمعت الاراء العربيه والدوليه عليه بانه متعنت اكثر مما يجب، ويجب عليه ان هو ينخرط في اتفاق ملزم ينهي هذا الوضع وينهي هذا التهديد لاستقرار هذه المنطقة.
نشكرك فندم، شكرا جزيلا سعادة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية. وبالمناسبة في إطار هذه الضغوط وهذا أو ردود الأفعال الدولية الرافضة للتعنت والاستفزاز الأثيوبي بالإعلان عن الملء الثاني، من حوالي ساعتين أو أقل قليلا يعني صدر تصريح عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، كان فيما يتعلق طبعا بالوضع في إثيوبيا وفي إقليم التجرية. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قال بالنص يعني في هذا الإطار إنه من المنصف القول إن التعبئة الثانية لسد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا قد يؤدي لزيادة التوتر، وده وضع أو رؤية الخارجية الأمريكية زي ما حضراتكم شايفين إذا ما أعلنت عنه إثيوبيا بالأمس بأنه بالفعل قد يؤدي إلى زيادة التوتر. وطبعا كان في اتصال هاتفي من وزير الخارجية الأمريكي برئيس وزراء إثيوبيا بيطلب منه وقف فوري وسحب القوات الإريترية ووقف إطلاق النار في التجري نتيجة للوضع الإنساني المخيف في الإقليم، وطلبوا بضرورة فتح ممرات آمنة لوصول الدعم الإنساني لسكان إقليم التجري. وزير الخارجية كان لي لقاء مع قناة إكسترا نيوز، أكد في هذا اللقاء أن الدولة المصرية بكل المؤسسات اللي فيها وعلى رأسها القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي تعطي قضية سد النهضة الأولوية القصوى، نظرا لأنها ترتبط ارتباطا مباشرا بالأمن القومي المصري بالكامل وبمصلحة الشعب المصري. أضاف وزير الخارجية أن كافة أجهزة الدولة تقوم بالتنسيق الكامل وتناول كل الأبعاد مختلفة لقضية سد النهضة. وزير الخارجية أوضح في اللقاء أنه القضية وجودية ولا يمكن أبدا أنه يتم التهاون فيها، وكل الأجهزة والمؤسسات المصرية منخرطة تماما وبإخلاص وبتفهم في هذا الملف. المواطن المصري يثق تماما في كل خطوات الإدارة المصرية وبالطبع خطوات الدبلوماسية المصرية. كلمة يعني تطمين أو كلمة تريد سيادتك أن توجهها للمواطن المصري الذي يقف كتفا بكتف خلف إدارته المصرية التي يعني يحسبها دائما على خير ودائما داعم لها، حيث أنه يرى كل يوم إنجازات وهو لا يريد أن يرجع إلى الوراء، بل بالعكس من ذلك يريد أن يكون بخلاف كل قرارات الدبلوماسية المصرية والإدارة المصرية. بالتأكيد الدولة المصرية بجميع مؤسساتها وعلى رأسها القيادة السياسية رئيس عبد الفتاح السيسي يولي هذه القضية أولوية قصوى نظرا لاتصالها المباشر بالأمن القومي المصري بمصلحة الشعب المصري، وتعمل كافة أجهزة الدولة بتنسيق كامل في تناول كل الأبعاد المختلفة لهذه القضية. هذه قضية وجودية، قضية لا يمكن التهاون فيها، وكل الأجهزة والمؤسسات المصرية منخرطة فيها بإخلاص وبتفهم، ولديها القدرة والإمكانيات والعزيمة بأن تستمر في الدفاع عن المصلحة المائية المصرية، عن الشعب المصري ومقدراته، ولن تدخر أي جهد إلا بأن تحقق هذه المصلحة للمواطن المصري على المستوى الفردي، وبالتالي كل الجهود مسخرة لإن شاء الله استخلاص المصلحة وحماية المواطن المصري. طب سيادة الوزير، سؤال أخير أطمع فيه عن ما جرى بين سيادتك ومندوبي روسيا والصين في هذا الشأن. كان لقاء مثمر، تلا حديثي التليفوني مع كل من وزير خارجية روسيا ووزير خارجية الصين في إطار التحضير لهذه الجلسة، شرح الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها من خلال جلسة مجلس الأمن، والتزكية للتعاون الدائم فيما بين مصر وروسيا والصين في النطاق المتعدد والدعم المتبادل الذي تتسم به العلاقات المصرية الصينية والعلاقات المصرية الروسية. هذه الأمور لها طبعا مناحي وتعقيدات كثيرة ولا بد من أن تؤخذ جميعها في الاعتبار، ولكن كان هناك اهتمام بتزكية ضرورة الاعتماد على هذه العلاقة والتضامن القائم للخروج بنتيجة مثمرة من جلسة مجلس الأمن يوم الخميس.
نفهم ايه اللي بيدور في نيويورك في أروقة مجلس الأمن قبل جلسة يوم الخميس، في ضوء طبعا اللقاءات اللي بيعقدها حاليا الوزير سامح شكري. برحب بالأستاذ عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي. أستاذ عزت مساء الخير، أهلا بحضرتك. طيب هنرجع تاني للأستاذ عزت عشان نفهم بالظبط ايه اللي بيدور في هذه الأروقة، خصوصا طبعا ان زي ما شفنا في هذا اللقاء شيء واضح ان كل أجهزة الدولة تضع ملف السد الأثيوبي وأمن مصر القومي، وده طبعا يعني هذا السد أو هذه القضية تعتبر مسألة أمن قومي بالنسبة لمصر، فضعها طبعا في أولوية الاهتمامات. وزير الخارجية سامح شكري التقى بالمندوبين الدائمين في مجلس الأمن، التقى المندوب الفرنسي، التقى المندوب مندوب المملكة المتحدة، مندوب الولايات المتحدة، مندوب روسيا، مندوب الصين كما تابعنا طبعا في التقرير الصحفي، كذلك مريم صادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية، التقى بالترويكا الإفريقية المعنية طبعا بهذا الأمر اللي هي الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا والسنغال. أعتقد نرجع تاني لضيفنا أستاذ عزت إبراهيم مرة أخرى رئيس تحرير الأهرام ويكلي. بعد مساء الخير أستاذ عزت، يعني أعتقد الدور والنشاط اللي بيدار الآن في نيويورك نشاط كبير جدا. أنا مساء الخير يا أستاذ عمرو. أهلا بحضرتك. أعتقد إنه يعني في حالة من الزخم الكبير في نيويورك، الدبلوماسية المصرية تقوم بدور هام جدا وفي توقيت شديد الأهمية وتوقيت حرج لسباق مع الزمن قبل جلسة مجلس الأمن لتقديم الرؤية الجديدة ورؤية مختلفة للدول الأعضاء في مجلس الأمن. أعتقد أنه يعني أهمية اللقاءات اليوم جاءت من حيث أنها تعاملت مع الدول التي تبدي تحفظات على طرح هذه القضايا على ساحة مجلس الأمن، خاصة فيما يتعلق بالانهار عابرة الحدود، اللقاءات مع الصين وروسيا مهمة للغاية، اللقاءات مع الترويكا الإفريقية فهي مثل ما أشرت الكونغو وجنوب أفريقيا والسنغال، أعتقد أنها أيضا تصب في مصلحة أنه عرض شامل للتخوفات المصرية والشكوى المصرية والسودانية. الاجتماع على مستوى الخبراء يجري اليوم على مستوى مجلس الأمن لصياغة مسودة مشروع القرار الذي يمكن أن يطرح على المجلس، وهي أمور قابلة للتعديل والإضافة في أي وقت من الآن وحتى يوم الخميس، وبيتم استطلاع الآراء وتشارك مصر والسودان وتونس في هذه المشاورات. تونس باعتبارها دولة من الدول الغير دائمة العضوية في مجلس الأمن في هذه الدورة. مثل هذه التحركات أعتقد أنها يعني زي ما أنا قلت سباق مع الزمن. الإثيوبيين أيضا من جانبهم أيضا بيحاولوا أن هم يصلوا إلى محاولة تشتيت الجهود المصرية والسودانية، لفت الانتباه بالقطع، لأنه في كمان عندنا تصريحات أعتقد أنها محاولات استفزازية طوال الوقت للعب على أوتار، مثل أنه مصر والسودان رفضت ما تم طرحه عليهم من جانب أثيوبيا، وأمور بعيدة عن الصحة تماما. وعملية كسب وقت ربما أستاذ عزت، يعني كنا نتحدث عن أن الملف نصب أعين الدولة المصرية بكافة مؤسساتها ويتقدمها طبعا القيادة السياسية. ماذا عن المجتمع الدولي؟ يعني حضرتك وبخبرتك ورؤيتك وقراءتك لتحركات الدول في ملفات شائكة وهامة ودقيقة، كيف ترى الموقف والجلسة المترقبة والمنتظرة لمجلس الأمن؟ هناك يعني من يعول على الجلسة، وهناك من يرى أن بعض الدول من الممكن أن لا يكون لها القدر الكافي من التواجد والمساحة في الملف، بالرغم من أن القضية تنعكس على المنطقة بالكامل وليس على مصر فقط. بالتأكيد هناك مصالح متضاربة كثيرة، ومثلما يجري في كثير من القضايا المعروضة على مجلس الأمن
انه بتجدي يعني يعني نقدر نقول ايه، انه في تنوع كبير جدا في الاراء وفي المواقف بياتي من المصالح الوطنيه او المصالح الخاصه التي تتحكم في القرار السياسي في عدد من العواصم الكبيره، مثل ما تعلمين ان الولايات المتحده لها موقف، تجد انه الصين وروسيا لها مواقف مختلفه. هذه ليست موجهه ضد مصر بالشكل المباشر، ولكنها تخوفات تتعلق ببعض السياسات الخاصه بهم، خاصه زي ما تحدثنا عن مساله الانهار عابره الحدود. هم لا يريدون اثاره هذا الملف، واثيوبيا لوحت وتلوح في الاتصالات الثنائيه مع هذه الدول بخطوره التعاون مع هذا الملف، وانه سيفتح الباب امام مطالبات اكثر، مطالبات 250 نهر عبر الحدود في العالم. فاللعب على هذا الوتر من جانب الاثيوبيين اعتقد انه احد التكتيكات المستخدمه من جانبهم، اساليب المراوغه ومحاولة عرقلة أي نقاشات داخل مجلس الأمن. لكن أنا أعتقد أنه الطرح المصري هذه المرة مختلف حتى عن العام الماضي. بمعنى يعني كيف ترى التغير في عملية الطرح، في عملية التواجد لهذا الملف اليوم؟ أنا أعتقد في المقام، يعني المقام الأول، النظام الأثيوبي حتى السمعات الدولية هبطت كثيرا في العام الأخير بسبب الحرب في التجري، وأنه الإدانات الدولية الكثيرة لمواقفه، وبالتالي هذا ينسحب أيضا على مواقف المتعنتة في سد النهضة. ونجد أنه عدد من الدوائر التي كانت تقف إلى جانبه اليوم أصبحت بعيدة محفظة، أو بدأت ترفض هذا الأساليب، الاسلوب الاحادي، الجانب التصرفات الاحاديه. الامر الثاني، ستجد انه هناك وقوف المجموعه العربيه ووجود لجنه عربيه تقوم بمهمه التنسيق مع مصر والسودان، اعتقد انه يعني لها دور ايضا، وخاصه بعد القمه الخاصه التي عقدت في قطر. الاجتماع الوزاري الهام الذي أسفر عن حالة الأمر إلى لجنة عربية في نيويورك تتعامل مع الموقف. اليوم أثيوبيا طلعت بيان ضد الجامعة العربية وضغوط الجامعة العربية، ما سمته الضغوط على مختلف الأطراف، وحذرت من تدهور العلاقات مع الاتحاد الأفريقي بسبب تدخل الجامعه العربيه. وكان معانا السفير حسام زكي فعلا من شويه ورد الحقيقه على هذا الامر، ولكن حابب اسال حضرتك استاذ عزت معلش، يعني الموقف الامريكي خصوصا في ضوء التصريحات اللي صدرت منذ قليل للخارجيه الامريكيه على لسان المتحدث باسمها، واللي قال انه الملء الثاني للسد اللي بتبنيه اثيوبيا سيزيد التوتر في المنطقه، هل نقدر نملي على هذا التصريح موقف، او نقدر نستشف منه موقف الولايات المتحده، خصوصا ان هي من الاساس ترفض ما تقوم به اثيوبيا في التجريه وبتطالبها بوقف اطلاق النار؟ الولايات المتحده متفهمه، لكن متفهمه للموقف المصري في هذا الجانب، لكن لا يوجد ربط بين الملفات فيما يخص التجريه وما يخص والسد. النهضه ايضا بسبب وجود لوبي النواب من اصل افريقي، الامريكيين من اصل افريقي في الكونجرس، وهو الذي يعني يعتبر قضية سد النهضة أيضا قضية يقف إلى جانب أثيوبيا فيها، باعتبار أنها تتعلق بالتنمية، وبرضه يتبنى الخطاب الأثيوبي إلى حد كبير. أعتقد أنها النقطتين دول بيأثروا في طريقة إصدار البيانات من الجانب الأمريكي. ستجد أيضا في نفس الوقت يصدر بيان بيقول انه بيطلب من كل الاطراف عدم اتخاذ اي مواقف او أحادية، تصرفات احاديه. طب ما هو الملء ده في حد ذاته تصرف احادي، وفي نفس الوقت الكلام عن التلويح باي عمل ضد السد او كده هيعتبروه ايضا انه تصرف، ربما يعتبروه تصرف احادي لارضاء بعض النخب في الحزب الديمقراطي الامريكي المؤيدين لبايدن، والذين ربما في حاله حدوث اي صدام ربما ينقلبوا على الرئيس الامريكي. هناك حسابات اعتقد دقيقه
في هذا الشأن لا يستطيع أن يؤيد بشكل مطلق ولا يستطيع أن يرفض بشكل مطلق بحكم العلاقة الاستراتيجية مع مصر. فبالتالي إحنا نحتاج إلى كتلة من الدول الخمس الكبار في مجلس الأمن تكون لها موقف واحد، يكون لها تصور واحد عن كيفية إدارة هذه الأزمة، وحتى لو كما قال الوزير خارجية لو وقفوا وراء الطرح الخاص بالعودة للاتحاد الأفريقي، فيجب أن تكون هناك آلية واضحة، وأعتقد أن ده ربما تكون منصوص عليها في مشروع القرار للاستعانة بالمراقبين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بشكل فاعل، وليس مثل المرة السابقة التي جلسوا فيها صامتين صحيح في الجلسات الفاشلة. نتعشم خير إن شاء الله يوم الخميس يا أستاذ بإذن. نتمنى ذلك. شكرا أستاذ عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي، شكرا جزيلا على هذه القراءة في هذا الملف الهام. والحرب في إثيوبيا دخلت مرحلة جديدة قبل يومين مع سقوط إقليم تجري من يد السلطة المركزية بعدما تمكن المتمردين من السيطرة على عاصمة الإقليم وسط احتفالات بانسحاب للجيش الإثيوبي تابعناها. أزمات سياسية داخلية من الواضح أنها كثيرة ومتصاعدة، وبيحاول النظام الإثيوبي التغطية عليها وعلى جرائم كمان خاصة بانتهاكات لحقوق الإنسان في الداخل من خلال انه يصعد في ملف سد النهضة. معنا دكتور اماني الطويل مدير البرنامج الافريقي في مركز الاهرام للدراسات، برحب بحضرتك يا دكتور. ويعني من حيث انتهينا مع استاذ عزت هبدا مع حضرتك الحوار وجلسه مجلس الامن المنتظره والخمس دول الكبار والموقف المطلوب او اللي بنأمله الخاص بتواجد حقيقي صريح وحاسم في هذا الملف. حضرتك شايفة السيناريو المطروح إيه؟ أهلا بك يا ريهام والمشاهدين. يعني نحن في موقف دقيق الحقيقة، التوقعات من مجلس الأمن أنا في تقديري هي توقعات متوسطة. الجهود الدبلوماسية المصرية والترويكا العربية أسفرت عن تصريحات النهاردة رئيس مجلس الأمن نسبيا معقولة. أيضا الأمم المتحدة هذا تحرك يعني معقول في الموقف. أظن أن في اتجاه أنه يستمر الاتحاد الإفريقي في رعاية هذه المفاوضات، لكن بدون آليات واضحة أظن هنبقى في موقف محلك سر يعني ليس أكثر. الملء الثاني صحيح لسد النهضة هو ملء محدود مقارنة بالذي كان مطلوبا إثيوبيا من قبل صحيح. لكن مشكلته الأساسية أنه بيدي مؤشر أن إثيوبيا يعني لا تتعاون في الإقليم وتتصرف تصرفا أحاديا، وأتصور تخترق الاتفاقيات والقوانين. صحيح، أتصور أن واشنطن يعني صاحبة المسؤولية الأولى لمجابهة هذا الكلام، أنها سبق وأن أصدرت قبل شهرين تقريبا بيان بشأن رفض التصرفات الأحادية فتقدم عليها إثيوبيا. أتصور أيضا أن التحرك النشط تجاه الصين وروسيا يجب أن يستمر وألا يتوقف، وأن تكون هناك يعني مخاطبات متعددة المستويات سواء على المستوى الحكومي أو على مستويات أخرى، لأن نحن يعني بنواجه مستويات من التعقيد كبيرة. أولا صراعات في النظام الدولي، يعني صد النهضة أحد ميادينها. ثانيا التحيزات الإثنية، دي تحيزات هنلاقيها في أمريكا ونلاقيها في أفريقيا. وبعدين إحنا لم ننجح في تفكيك يعني خطاب المظلومية الإثيوبية الذي تم هندسته إسرائيليا، لأن إحنا عطلنا أدوات غير رسمية الحقيقة كان يمكن أن تساند الدولة في هذه المهمة. ولكن دكتورة أماني طبعا بعد التحية، يعني في قوانين دولية بتحكم الأنهار العابرة للحدود، هناك اتفاقات. خلينا أسألك بلغة الشارع بقى، المواطن العادي اللي بيسأل طب إيه لازمة الاتفاقات الدولية اللي بتقر يعني كيفية تقاسم حصص مياه الأنهار وكيفية استخدامها والتعامل مع المنشآت عليها،
ايه فايده هذا الامر اذا كان في النهايه كل دوله تستطيع انها تبني سد؟ فبالتالي ممكن اسال حضرتك اين دور وكيف يمكن استخدام ورقه الاتفاقات الدوليه الثابته والتاريخيه في التعامل مع هذه القضيه في مجلس الامن؟ اهلا بك يا عمرو. الحقيقه شوف، احنا في نظام دولي غير عادل، وحقا لا تسانده قوه دائما هو حق ضعيف. الحق الذي لا تسانده قوه. بالضبط، هو حق ضعيف. واحنا عندنا الصراع العربي الاسرائيلي يعني خير مثال في المنطقه. فالقانون الدولي موجود، لكن الارادات السياسيه التي تحرك القانون الدولي مهمه. وانا عايزه اقول انه في اطار القانون الدولي احنا حققنا بعض النجاحات وليس كل النجاحات. طب هل القانون الدولي بيعطيني انا الحق في الحياه؟ هل القانون الدولي بيعطيني الحق في الدفاع عن النفس في حال اذا كان هناك تهديد وجودي؟ يعني كان في من شهرين مصر تحركت الحقيقه في اطار دبلوماسي لاعتماد ان مساله المياه ده في ميثاق الامم المتحده، ان مساله المياه مساله لصيقه الصله بالحياه، لا يجوز تسعيرها ولا يجوز التعامل فيها كسلعه وهكذا. ودي الحقيقه المحاولات اللي بتحاولها اثيوبيا دايما من 2007، انها تحول المياه الى سلعه كما النفط. يعني هي ترى ان صعودها الاقتصادي يكون على ان يكون حامله الرئيسي هو المياه، كما ان ثراء العرب قد سببه النفط. هذه هي الذهنيه الاثيوبيه الحقيقه اللي احنا بنواجهها. لكن النفط يستطيع البشر ان يعيشوا بغيره يعني، لكن المياه مسألة لا يستطيع البشر أن يعيش بغيرها. صحيح. فيعني طبعا عايزة أقول أن التلويح بالقوة المصري مهم في هذه المرحلة، وتحريك وتسخين الملف مهم، لأن الحقيقة أن المجتمع الدولي للأسف لا ينتبه إلا بهذه الأداة. طيب، وكيف يعني على الصعيد الآخر حضرتك تقرأي يا دكتور التحركات والتصعيد الإثيوبي؟ هل من المتوقع أن يكون في مناوشات أخرى؟ هل من المتوقع أن يكون هناك أكاذيب أخرى؟ إحنا عندنا لحد انتهاء الجلسة بتاعت مجلس الأمن إحنا عندنا تصاعد للتوتر. وهنشوف خلال ال 48 ساعة اللي جايين استغلال الوقت ده أنماط من تصعيد التوتر بشكل كبير، وخصوصا من الجانب الإثيوبي، وخصوصا في ضوء أزمة داخلية محتدمة سواء على صعيد إقليم التجري أو على صعيد إعلان نتائج الانتخابات. مظبوط. فده هيبقى دايما الملف اللي بيتم توظيفه داخليا. على المستوى الدولي هيتم تصعيد التوتر من الجانب الإثيوبي للتأثير على قرار مجلس الامن، والتاثير على اللوبي الافريقي في الكونجرس كمان يعني. مظبوط، كان الاستاذ عزت ابراهيم بيشير لده فعلا. طبعا دي مساله مهمه ومؤثره في السياسات الامريكيه الحقيقه. طيب، عموما برضو نتمنى خير، وما ضاع حق وراءه مطالب. شكرا جزيلا دكتور امان الطويل، مدير البرنامج الافريقي بمركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه. نستاذنكم في فاصل قصير ومستمرين معكم بعد الفاصل ان شاء الله. الثلاثون من يونيو واستشراقة الجمهورية الجديدة ندوة أقامها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر. الندوة حضرها وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ووزيرة التخطيط الدكتورة هالة سعيد، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والعديد من كبار الإعلاميين والصحفيين. الندوة ناقشت أسباب حدوث ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، وكذلك ملامح الجمهورية الجديدة. وخلال الندوة كشف الكاتب الصحفي كرم جبر عن إطلاق مبادرة بعنوان الثلاثين من يونيو والجمهورية الحديثة، وسوف تستمر فعالياتها خلال الشهور القادمة. هنطلق مبادرة لتوثيق ثورة يونيو المجيدة، هنعقد مؤتمر شهري السبت الأول من كل شهر بمشاركة معالي الوزراء اللي بيقدموا لنا كل الدعم وكل المساندة، وإن شاء الله في آخر العام 30 يونيو القادم تكون شرم الشيخ رجعت وكورونا انزاحت، نعقد مؤتمر كبير كده نوثق فيه الثورة وأعمالها. كل سنة مصر وسيادة الرئيس وكلنا جميعا بخير. غيرت ثورة الثلاثين من يونيو مجرى التاريخ المصري الحديث، وخلقت مسارا جديدا للعمل الوطني لتنطلق ثورة من البناء والتنمية على كافة المستويات يدعمه شعب واع وإعلام طموح. من مصر، محمد خالد.
وسط اهتمام كبير بالإجراءات الصحية والاحترازية وارتداء الكمامات، يواصل معرض القاهرة الدولي للكتاب فعالياته في دورته 52 والمقامة بمركز مصر للمعارض بالتجمع 5 وسط إقبال كثيف من جمهور الزائرين. حرفيا انبهرت بكل حاجة، كل حاجة زي الفل وكل حاجة جميلة وتنظيم حلو والدنيا ماشية زي الفل الحمد لله، وإن شاء الله يعني بالتوفيق للجميع. يعني في كتب تشد الواحد الحقيقة، فأتوقع يعني الناس اللي جاية هنا، علشان أولا الكتب دي مش بتبقى موجودة في حتت كتير ولا في مكاتب كتير، وثانيا إن هي بسعر رخيص وبسعر كويس جدا. أنا أول مرة أنزل المعرض السنة دي وكنت عايزة أنزل كقارئة، بس الحمد لله نزلت وأنا كاتبة وليا كتب هنا ومبسوطة جدا إن أنا جزء من المعرض. باجي طبعا عشان في نسخ من الكتب اللي أنا مهتم بيها زي علم النفس والأدب عموما والتنمية البشرية، ما بلاقيهاش إلا في ميعاد المعرض. المعرض الذي يضم أكثر من 1200 ناشرا عربيا وأجنبيا من 25 دولة ويشتمل على آلاف العناوين والكتب لاقى استحسانا واسعا من جودة التنظيم. الإجراءات الاحترازية بتتخذ كويس جدا، الناس كلها أغلب الناس لابسة طبعا كمامات، التعقيم في كل مكان، شايف قوافل من وزارة الصحة بيلفوا في المعرض وبيعقموا للناس إيديها وكده. يعني نسخة المعرض السنة دي كويسة جدا ومختلفة شوية عن السنين اللي فاتت، حاسس انه التنظيم احسن كتير، بقى في السنه دي شبه كده تنظيم لعدد الزوار اللي بيدخلوا القاعات يوميا. شايف ان اجراءات الصحه والسلامه اللي بتتبعها وزاره الصحه موجوده وبيعدوا علينا على طول، وفي كمامات دايما بتتوزع علينا. في القراءه حياه، هكذا اتخذ معرض القاهره الدولي للكتاب شعاره هذا العام، وهو ما تجلى في كثافة وإقبال الزائرين عليه في نسخته الحالية والتي تضم مئات دور النشر وآلاف الكتب. من مصر، طارق أحمد. معرض القاهرة الدولي للكتاب دايما الدعوة موجودة للجميع، الحقيقة فرصة حلوة قوي للتنوع في الثقافات والقراءة. كل التوفيق لكل القائمين على المعرض وسط إجراءات احترازية شايفينها في التقرير تمام. يعني الحقيقة التطور في مناحي كثيرة جدا، من أهمها هو تطور القرى اللي بيغير حياة الناس والمواطنين. بدأت الأجهزة والوزارات تنفيذ المشروعات فعليا في مبادرة الريف المصري من مطلع الشهر ده، زي ما احنا عارفين هي مبادرة للريف المصري أو حياة كريمة، بدأت في يناير 2019 في القرى اللي محتاجة فعلا وهي الأكثر فقرا، وتم الانتهاء من تطوير 143 قرية في 11 محافظة بيزيد فيها معدل الفقر عن 70%، وتم الانتهاء منها بالكامل، وصدرت توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي باستهداف الريف المصري بكافة الأماكن اللي ممكن تكون فعلا فيها احتياجات هامة جدا للحياة. خلينا نشوف ازاي في الأيام اللي فاتت دي كان في اجتماع لمجلس الوزراء لعدد من المسؤولين من الهيئات من الجهات المعنية اللي قدرت فعلا انها تنفذ هذه التوجيهات من القيادة السياسية وتمت ترجمتها على الأرض. من بين عدد السكان الكلية الذي يصل إلى 101 مليون نسمة، يعيش 58 مليون مواطن مصري في قرى مصر. فالريف يتكون من 4741 قرية و31 ألف عزبة وقفر وتوابعها. تم وضع خطة لتطوير كل مركز وقرية من أجل تنميتها بحوالي 12 ألف مشروع بتكلفة 700 مليار جنيه، وتتضمن المشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتبطين الترع والمصارف وتطوير وإنشاء مدارس جديدة بجانب المستشفيات ومراكز الشباب وتطوير وإنشاء الوحدات الصحية وإنشاء مجمعات حكومية وتوفير خدمات خاصة بالمياه والغاز والكهرباء. ويهدف مشروع تطوير قرى الريف المصري إلى تغيير شامل ومتكامل التفاصيل لجميع قرى الريف المصري من أجل إحداث تغير جذري في حياة ما يقرب من 55 مليون مواطن مصري في 25 محافظة. بدأت المرحلة الأولى لتطوير 1500 قرية وتوابعها في حوالي 51 مركزاً ليشمل التطوير كافة جوانب البنية الأساسية والخدمات والنواحي المعيشية والاجتماعية والصحية. نعرف دلوقتي بقى إيه اللي بيتم في هذا المشروع المهم، مشروع قومي كبير
حياة كريمة. برحب بضيفنا عبر الهاتف دكتور ولاء جاد، مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية. يا دكتور ولاء، مساء الخير، أهلا بحضرتك. مساء الخير أستاذ عمرو وأستاذ ريهام وأستاذ المشاهدين. أهلا يا دكتور. دكتور، يعني هبدأ مع حضرتك بصعوبة تطوير القرى. مش سهل أن نطور حياة مواطنين أعدادهم توصل لأكثر من 50 مليون من تعداد الجمهورية، وفي نفس الوقت هو ملف ليه ناس عانت لسنين طوال من قصور في مناحي كتيرة جدا في الحياة. النهاردة المبادرة دي فعلا بقالنا ما يقرب من 3 سنوات بنتحدث عن أنه هناك فعلا تطور في الكثير من القرى الأكثر احتياجا الأكثر فقرا، والنهاردة وبعد التوجيهات من القيادة السياسية القرى بالكامل تشهد من المفترض انطلاقة جديدة وحياة مختلفة. ممكن نعرف إزاي ده هيتم؟ يعني زي ما حضرتك أشرتي، احنا عندنا صعوبتين كبار جدا. أولا صعوبة العدد، بنتكلم على ما يزيد عن 56% من السكان المصريين. والصعوبة الثانية ان احنا بنعالج يعني تأثيرات وأثار لتراكم تاريخي من الإهمال للريف المصري، وبالتالي نتج عنه أوضاع عمرانية وخدمية في غاية ما يتم الآن أو ما يتم على مدار ال3 سنين اللي جاية إن شاء الله، هو تغيير شامل لهذه الأوضاع من خلال تدخلات مخططة. نبتدينا بتوصيف للوضع الراهن في كل قرية من القرى اللي بنشتغل فيها وكل مركز من المراكز، ثم وضعنا خطط متكاملة. لما بقول خطط متكاملة هنا، أي خطط اشتركت في وضعها كل أجهزة الدولة المعنية، كل الجهات اللي بتشتغل في مجال البنية الأساسية أو الخدمات والمرافق الاجتماعية أو حتى التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية. أهالي القرى والمواطنين اشتركوا معنا في وضع الخطط دي، احنا بنينا نماذج للخطط التشاركية، وبالتالي بدأنا التنفيذ بناء على رؤية محددة. الرؤية دي تتلخص بأنه توفير كافة الخدمات، سواء الخدمات اللي تحت الأرض، خدمات البنية الأساسية من مياه شرب وصرف صحي وغاز طبيعي واتصالات وكهرباء وطرق، أو الخدمات اللي فوق الأرض، خدمات المنشآت اللي بتقدم الخدمة الصحية، المنشآت التعليمية، المنشآت الشبابية، بالإضافة طبعا لتدخلات مخططة في مجال التنمية الاقتصادية. يعني مهم جدا ان ده كل ده يتزامن مع زياده في فرص العمل المتاحه لاهالينا في الريف المصري، وتدخلات بتستهدف من يمكن ان نطلق عليهم افقر الفقراء او الفئات الاكثر تهميشا، ومد مظله الحمايه الاجتماعيه ليهم من خلال تدخلات زي سكن كريم وغيرها، وكمان الاهم تغيير نمط تقديم الخدمه في الريف المصري. من ضمن المبادره احنا بننشئ مجموعه من مجمعات الخدمات الحكوميه ومجمعات الخدمات الزراعيه، دي بتساعد في تقديم الخدمات اللي كان أهالينا في الريف علشان يحصلوا عليها إما بيروحوا المدينة عاصمة المركز أو بيروحوا عاصمة المحافظة، بيضغطوا على المرافق اللي موجودة في هذه الأماكن، بيتكلفوا تكلفة انتقال، بيلاقوا يعني مشقة وصعوبة في الحصول على الخدمة. فدلوقتي بقت الحاجة موجودة عندهم في القرية. بالظبط. طيب دكتور ولاء، احنا بنتكلم انتهاء من تطوير، ونأسف لمقاطعتك، 143 قريه في 11 محافظه. ارجوك قول لنا الوتيره اللي هتمشي بيها ان شاء الله خلال ال3 سنين مساله التطوير، ونقدر نقول ايه اللي جاي، يعني عشان نبشر الناس ممكن تكون بتسال يا ترى هل القريه بتاعتنا جايه، هل المحافظه بتاعتنا فيها قرى داخله، وهكذا. احنا ابتدينا ب 143 قريه بيزيد فيها معدل الفقر عن 70%. دي كانت افقر 143 قريه في مصر، انتهينا من تطويرها بشكل كامل. صحيح. المرحله الجديده اللي كلف بيها السيد الرئيس هو تطوير الريف المصري بالكامل. علشان نطور الريف المصري بالكامل اشتغلنا على المستوى الاداري اللي بيضم الريف. احنا مصر بتقسم الى محافظات، والمحافظات بتقسم الى مراكز اداريه، وهذه المراكز هي اللي بتضم قطاع الريف. بنستهدف كل المراكز تحديدا 172 مركز في 20 محافظه. بكل القرى الداخله داخل بطاقة هذه المراكز حوالي 4600 قريه. خلال 3 سنوات احنا ابتدينا بالمراكز الاكثر حرمانا 52 مركز، ثم ان شاء الله السنه اللي جايه هنستهدف حوالي 60 مركز، والسنه الاخيره هنستهدف 60 مركز، بمعنى ان كل قرى الريف المصري ستستفيد من المبادره بنفس الوتيره بنفس الطريقه وفي اطار المدى الزمني المطلوب.
طيب دكتور ولاء، يعني هو ما يقرب من 12,000 مشروع بتكلفة تقدر ب 700 مليار جنيه، بتتضمن مشروعات متنوعة أساسية وحياتية، إيه هي تحديدا اللي ليها الأولوية؟ طبعا ال 12,000 مشروع دول في المرحلة الأولى بس. أيوة، يعني المرحلة السنة اللي احنا فيها في ال 52 مركز، إنما متوقع العدد ده يتضاعف في السنين اللي جاية. التدخلات اللي بتتم هي تدخلات نمطية في كل القرى، وبتشمل 5 أنواع من التدخلات. تمام. أولا مشروعات البنية الأساسية. أيوة. مياه شرب وصرف صحي وغاز طبيعي واتصالات وطرق وكهرباء، ثم مشروعات ما نطلق عليه التنمية الاجتماعية، وهي المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية والمستشفيات المركزية. يعني كده كم مشروع يا فندم؟ احنا متوقع نصل إلى يعني ضعفين هذا العدد بنهاية المبادرة في 23-24. احنا بنتكلم على فقط المرحلة الحالية 12,000 مشروع. المرحلة الحالية الخدمات وغيرها. في طبعا مشروعات تدخلات صغيرة زي تدخلات سكن كريم وتدخلات متعلقة بالتنمية الاقتصادية. لو في دكتور ولا بقى قرى الأوضاع المعيشية فيها بسيطة جدا، يعني في مثلا بطالة الناس محتاجة تشتغل، في سيدات مثلا معيلات محتاجة أنها تساعدوها أنها تصرف على أسرتها، إيه الدور اللي بيتم في الإطار ده؟ لأن أكيد التطوير مش بس زي ما حضرتك قلت مش مجرد مباني وبنية أساسية. صحيح صحيح. المحور مهم جدا من محاور المبادرة هو محور الحماية الاجتماعية. وده بيستهدف زي ما ذكرت لحضرتك كده من يمكن أن نطلق عليهم الأكثر احتياجا أو الفئات الأولى بالرعاية داخل القرى المستهدفة. بنستهدف التدخل معاهم بثلاث أنواع من التدخلات. أول تدخل هو تدخل سكن كريم. سكن كريم هنا بنتكلم على رفع كفاءة المنازل أو إعادة بناء المنازل بحيث تصبح منازل كريمة، يتوفر فيها المرافق المطلوبة متصلة بمرافق البنية الأساسية، وده بيتم الحقيقة من خلال شراكة كبيرة مع المجتمع المدني ومع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية المحلية. ثم تدخلات بتستهدف بقى الفئات الضعيفة، زي مثلا خدمات بتوجه لذوي الأعاقة، خدمات بتوجه للنساء. التدخل الثالث وهو تدخل اقتصادي الحقيقة، وهو مساعدة هذه الأسر على الوصول لفرص لزيادة الدخل، إما من خلال مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، أو من خلال دعم الميزات التنافسية اللي عندهم أو القدرات الخاصة اللي بتساعدهم على إن هم يستغلوها بشكل اقتصادي. عظيم عظيم، شاكرين جدا لحضرتك دكتور ولاء، شكرا جزيلا. دكتور ولاء جاد مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة، شكرا جزيلا لحضرتك. كل سنة وحضراتكم طيبين. أيام ونستقبل عيد الأضحى المبارك. قبل الاحتفال بعيد الأضحى طبعا في ترتيبات واستعدادات كتيرة جدا. وزارة التموين والتجارة الداخلية بترتب أوراقها. الدكتور علي المصلحي كان عنده مؤتمر صحفي مهم عشان يعلن عن كل التجهيزات اللي بتقوم بيها الوزارة لعيد الأضحى، في المجمعات الاستهلاكية، في أي مكان ومنافذ ممكن الناس تتوجه ليها. وزير التموين أكد إن أرصدة السلع الأساسية بتتجاوز 6 شهور قادمة زي الزيت والسكر مثلا، وأكد إن الوزارة هتحافظ على قيمة الأسعار الحالية في السوق خاصة اللحوم والدواجن. خلينا نشوف التقرير ونرجع وناخد فكرة أكتر عن كل التصريحات النهاردة. قبيل الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، عقد الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مؤتمرا صحفيا للإعلان عن استعدادات الوزارة للعيد في الشوادر والمجمعات الاستهلاكية. عندنا سواء من ناحية الخراف الحية عندنا حوالي 39 شادر متوزعين على مستوى الجمهورية، بحيث ان احنا بنبيع خراف حية، ولدينا حتى وانا بكلمكم هذه اللحظة 10,000 رأس من الخراف الحية، وتم تحديد السعر على 65 جنيه قايم. وعن أرصدة السلع الأساسية كالزيت والسكر، أشار الوزير إلى أنها تتجاوز 6 أشهر القادمة، وذلك تحقيقا للأمن الغذائي، مضيفا إلى أن الوزارة ستحافظ على قيمة الأسعار الحالية في الأسواق وخاصة أسعار اللحوم والدواجن.
خطة الوزارة، أولا شق الإتاحة يعني زيادة المعروض من اللحوم سواء كانت اللحوم السوداني الطازة أو اللحوم الضاني المبردة أو الخراف الحية، وبالإضافة إلى اللحوم المجمدة والدواجن المجمدة. الأسعار هيبقى اللحوم المجمدة ب 65 جنيه، الدواجن المجمدة 37 جنيه، اللحوم الضاني المبردة ب 95 جنيه. من مصر طارق أحمد. زي النهاردة بالضبط السنة اللي فاتت كان رحيل الفريق فخري محمد عصر وزير الإنتاج الحربي السابق اللي رحل عن عالمنا بعد معاناة مع المرض. الفريق عصار طبعا يعني غني عن التعريف، هو أحد أبطال حرب أكتوبر، أحد كبار قادة القوات المسلحة، كان ليه دور كبير الحقيقة في وزارة الإنتاج الحربي، مش بس داخل الوزارة أو داخل مصر، ولكن الكل بيشهد أن هذا الرجل رحمة الله عليه كان له دور كبير في احتضان علمائنا في الخارج ومحاولة الاستفادة من تجارب وإنجازات وابتكارات علمائنا في الخارج ومساعدة الوطن من خلال هذه الخبرات ونقل هذه التجارب وتصنيعها في مصر وإنها تكون على أرض الواقع. فبالتالي نحن مدينون لهذا الرجل الراحل الفريق محمد العصار بالكثير. اسمحوا لي أرحب بنجل المهندس العصار، نجل الفريق العصار طبعا، المهندس أحمد العصار. مهندس أحمد أهلا وسهلا بحضرتك، ونحن سعداء بوجودك معنا النهاردة في من مصر، ورحمة الله على الوالد. أهلا وسهلا يا أستاذ عمر، أنا أسعد بوجودي مع حضرتك النهاردة، متشكر جدا. أهلا بحضرتك يا فندم، ويعني بجدد التحية بحضرتك، وببدأ حواري معاك بإني شرفت بلقاء السيد الوالد، وفي نفس الوقت يعني كان ملفت للانتباه الرقي لهذه الشخصية. إزاي حضرتك بتستقبل حجم المودة والحب لروح الفقيد من الناس اللي قابلته، من الناس اللي تعاملت معاه، من الناس اللي اشتغلت معاه؟ أهلا بحضرتك يا أستاذة ريهام. الحقيقة شعوري من الناس وشعور الأسرة كلها شعور يملأ الفخر. يعني إحنا المودة والحب ورسائل الناس سواء زملاء والدي في القوات المسلحة أو في الإنتاج الحربي أو حتى عوام الناس اللي شفناه على مواقع التواصل في خلال السنة اللي فاتت ومن أول مرض والدي، ساب أثر فينا قوي جدا الحقيقة، وكان عندنا فخر كبير برد فعل الناس، وده كان شعور نبيل الحقيقة من زمايله ومن الشعب المصري بشكل عام، فكان شعور جيد يعني الحمد لله. طيب مهندس أحمد وحضرتك مهندس وتعلم بالفعل قيمة نقل الخبرات والتجارب خاصة في مجال العلوم ومجال الهندسة إلى مصر، ودور المهندس العصار في هذا الإطار مع علمائنا والعقول المصرية في الخارج، يا ترى كنت بتشوف ده إزاي وكان بيتكلم على أهمية ده إزاي؟ الحقيقة الوالد كان عنده إيمان كامل بفكرة أهمية إدخال العلم في الصناعة ومراحل الإنتاج المختلفة وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في مصر، ولقى مع السيدة الوزيرة نبيلة مكرم من خلال مؤتمرات مصر تستطيع إن دي وسيلة جيدة جدا للتواصل مع علمائنا في الخارج ونقل تجاربهم وخبراتهم والسعي لإضافة الخبرات والتكنولوجيا والتعاون ده في الصناعة المصرية بشكل عام. الحقيقة كان في كل المؤتمرات يا باشمهندس، وأنا كنت بشوف ده بنفسي، كان دايما مع المفكرة والورقة والقلم وبيكتب كل صغيرة وكبيرة ولا يغادر الجلسة طالما الجلسة شغالة وفي متحدث بيتكلم. يعني مظبوط يا فندم، كان عنده اهتمام كبير بالموضوع ده، وحتى من وقت القوات المسلحة الوالد كان له دور فني كونه دكتور مهندس، وكان على تواصل مع بعض العلماء في الخارج، والدور ده كمل في وزارة الإنتاج الحربي، وأعتقد كان فيه أول هراس مصري
مع المهندس الدكتور عبد الحليم عمر رحمه الله في كندا. واعتقد ان ده يعني كان له نتيجة لأول هراس مصري بيستخدم فيه الطرق وغيرها الحقيقة من الأوجه التعاون. الحقيقة كان يعني كتير من الكلام الهام اللي اتقال عن الفقيد بيحكي ازاي كواليس حياته كانت اسباب مهمة علشان هذه الذكرى تبقى خالدة وتبقى شخصية محورية كما نتحدث عنها الآن. من بينهم ويتقدمهم صديق طفولة الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية والمفكر الكبير. برحب بيك في البداية دكتور مصطفى، أهلا بيك معنا. أهلا وسهلا دكتور مصطفى. شايف النهاردة هذه الذكرى بعد عام على رحيل سيادة الفريق العصر؟ أولا أنا بوجه التحية لابني أحمد محمد العصار مهندس والعائلة كلها. أهلا دكتور. رحيل محمد العصار في مثل هذه الأيام منذ عام مضى كان فاجعة حسية، زملائه بفرقة العمر وأصدقاء الطفولة والدراسة. أنا عرفت محمد العصار على مدى ما يزيد عن 65 عاما سواء في المدارس الإدارية أو الإعدادية أو الثانوية، ثم تفرقت بنا السبل. ذهبنا إلى القاهرة من محافظة البحيرة، هو إلى كلية التنمية العسكرية وأنا إلى كلية الاقتصاد والعلوم الشرعية، وكانت كليات جديدة هم الاثنين في العصر الناصري. محمد العصار كان شخصية فريدة في هدوئه وخلقه الكريم وذكائه وأدبه الجم وحيائه الشديد، وأعتقد أنه قدم خدمات لوطنه في ظروف معينة خصوصا بعد عام 2010-2013. أعتقد أنه قدم خدمات جليلة للوطن سواء في محاولة التوفيق بين القوى المختلفة أو التعبير عن إرادة الشعب من خلال بعض التصرفات التي قام بها الجيش لصالح الدولة المصرية. أيضا أعتقد أنه كان ضابطا ممتازا، ضابط مهندس في التراث تولى مهمة التسليح لسنوات طويلة في قوات المسلحة المصرية، ولذلك كان معروف أن السلاسة الخارجية قوية جدا، السلاسة قوية مع الدوائر الأمريكية لسنوات طويلة، مع الدوائر الفرنسية أيضا، اتصالات في روسيا، اتصالات في الصين. محمد العصار كان شخصية كالمظلة تغطي مساحة كبيرة في كل الاتجاهات. يعني أنا من الناس الذين فقدوا صديقا عزيزا وأخا كريما، ولما بدأت الحياة تتدفق الحقيقة قد يشعر يدك الجميع أنها كانت مفاجأة لنا، نحن أقرب الناس إليه، كان لا يتحرص ولا يتاجر به ولا ففوجئنا بأن هذا التدهور السريع أدى إلى هذه النهاية. وأنا متذكر لما كنت رئيس الشيخ طالع من مركز الطب العالمي والدموع في عينيه لما رآه، ويوميها منح ورد في الفريق الفردية، وأظن بعدها سمى أحد المحاور وأداله برضه كل الأوسمة التي هي التاريخ بتاريخه. محمد العصار سوف يظل جميعا، وشيء غريب يعني عشان تبين لك شكل هذه الأسرة. سيدة الفضيلة حرم كنت زي وقتنا بالظبط، كنا نتصل بها انا وزوجتي احيانا في الاسابيع اللي تم بعد الوفاه، يعني من السؤال وكده، كانت تقول لي انه كان لما يقولوا له مصطفى فيه على التليفون قالت لي اساريره تنفرج لانه مبتسم، ولم نكن نعلم انه في هذه الحاله المرضيه التي ادت رحمه الله عليه. يعني حضرتك صديق طفولة ومحطات كتيرة جدا من مشوار العمر، ونعيته بأننا فقدنا رجل من الرجال النادرين في مصر على المستوى والجانب الشخصي والإنساني والصداقة الوطيدة اللي كانت بتجمعكم. يا دكتور ممكن حضرتك تقول لنا إيه؟ نشوف كان أمينا، وعما كنت أنا كثير الرئيس السابق الراحل مبارك، والله عمر ما طلب مني طلب، وكان ضابطا مرموقا دخلت دي وظن 93، كان قاعد في رتبه اللواء دي حوالي ما يقرب من 27-28 سنه. سميته في قوات المسلحه كانت كبيره بحكم كفاءته ونشاطه. لو انا كنت بقدر كنت عايز الاقي ان السيده رفيقه في حياته وزوجته لحقت به بعد شهرين او يزيد قليلا. تبين لك الترابط الذي موجوده في هذه الفرصه. علاقه وثيقه. صحيح. صحيح. ولذلك نحن نشعر بان كان
كالطيف حياتنا الطيف العابر يمر علينا ويترك فينا أثرا ويقدم لبلاد كل الخدمات ثم ينسحب بهدوء ويرحل على محمد العصار خسارة كبيرة لن ننساه أبدا شخصيا وكل أصدقاء المقربين أصدقاء الدراسة نفتقد كل لحظة ونشعر بالقيادة رحمه الله ورحمة الله بنرحم. شكرا جزيلا لمشاركة حضرتك دكتور مصطفى الفقي وارجع مرة أخرى للمهندس أحمد العصار. يعني كلمة أخيرة حضرتك تقولها باشمهندس أحمد بعد كل الكلام الجميل اللي سمعناه من دكتور مصطفى الفقي. كلمة أخيرة أقول إن أكتر حاجة إحنا اتعلمناها وأخدناها من الوالد والوالدة ربنا يرحمهم هي السيرة، السيرة العطرة، الكلام اللي دكتور مصطفى الفقي قاله ده اللي بيفضل عند الناس مع الإنجاز على المستوى المهني، الجزء الإنساني والسيرة والأثر لا يقل أبدا عن الإنجاز والدور اللي والدي كان ممكن لعبه مع زمايله في فترات صعبة في تاريخ مصر. أعتقد الحاجتين دول هنفضل إحنا كأسرة شايلين مسؤولية اسم والدي ووالدتي وده مسؤولية كبيرة وحمل كبير وربنا انتوا قدوا قدود يا باشمهندس يعني وان شاء الله تكونوا خير خلف لخير سلف. متشكر جدا يعني زي ما قال هستعين بالدكتور مصطفى في حديثه واحدة من الكلمات اللي وصفت الفقيد بأنه كان خلوقا وكان مهذبا وكان بيساعد الجميع. طيب يعني لو تكلمنا بما أنه كصديق لا يعوض عن الفقيد كأب أيضا وركن أساسي وعمود فقري في الأسرة وفي العائلة بالكامل لا يعوض، ممكن تقول لنا أهم المشاهد التي لا تنسى عند حضرتك؟ والدي الحقيقة كان قدوة ومثل لي والأسرة كلها. يعني كان طريقته في التربية إن هو يكون قدوة، يعني بيعلم بشكل غير مباشر. وأنا أفتكر كويس موقف إنه بعد ثانوية عامة ولما دخلت كلية الهندسة وكان ده أمل والدي يعني الأساسي، قعد معايا قعدة أنا لا يمكن أنساها وقال لي من اللحظة دي أنت تعرف الصح من الغلط، خد قرارك بنفسك، أنا خلاص هبقى صديق، لو قلت لك حاجة هيبقى كنصيحة صحيح. لكن من دلوقتي أنت مسؤول عن تصرفاتك ويعني تخوض التجربة، وفعلا هو نفذ الكلام ده لغاية ما توفى. هي كان دي طريقة والدي في تربيتنا كلنا. دايما الأب اللي بينتمي للمؤسسة العسكرية بيجمع ما بين الحزم والطيبة في نفس الوقت، والاثنين على أعلى الدرجات، قمة الحزم وقمة الطيبة. إزاي ده كان بيتجلى في الوالد رحمة الله عليه الفريق العصار؟ أقول لحضرتك في البيت مفيش ميري، صعب إن ده في ميري خميس وجمعة. أيوة. لأن والدي بيجي خميس وجمعة من ساعة ما اتولدت، أنا أوعى عليه بيجي خميس وجمعة، يرجع السبت وفي الآخر بقى يرجع الجمعة يجي يوم. فصعب جدا يبقى فيه ميري، صعب قوي يبقى فيه عصبية. والدتي هي اللي شالت الحمل ده طبعا. وعشان كده زي ما الدكتور مصطفى كان بيتكلم، والدتي كانت توأم روحه يعني. وده حال زوجات ضباط القوات المسلحة والشرطة المدنية، الزوجة بتشيل الجزء الأكبر من البيت، لكن والدي مفيش ميري في البيت. على كلام حضرتك الطيبة والحزم، والدي الحمد لله قدر يجمع ما بين ده. يعني والدي رقيق المشاعر، دي حاجة ناس كتير ما تعرفهاش، بس ده بيستخبى ورا الوش الميري، ما ينفعش في الشغل صحيح. الجزء ده يضغى أو يبان،
لكن الرقي في التعامل والرقة دي كانت موجودة في والدي، لكن وقت ما يبقى فيه حاجة للحزم بتبقى لازم أوقات بتيجي طبعا. في مجتمع زي القوات المسلحة لازم تبقى موجودة، لازم تبقى موجودة. وده بيتنقل للأولاد، إن الأولاد لازم كمان يعني بيتربوا على طريق وعلى سلوكيات وعلى قيم، فيها انضباط، فيها أخلاقيات في التعامل. بالضبط. إحنا كأسرة عندنا انتماء شديد للقوات المسلحة المصرية، وبنشرف بانتماء الوالد لأسرة القوات المسلحة المصرية والجيش المصري. دي حاجة يعني هنفضل عايشين بيها إحنا وعيالنا وأحفادنا طول العمر، وإحنا شغوفين بالقوات المسلحة. ووالدي من غير الوش الميري في البيت، لكن إدانا المبادئ، الانضباط، الالتزام، الروتين في الحياة، الروتين الإيجابي، الانتظام. إحنا تعلمنا من والدي ده كلنا. طيب، يعني لفت انتباهي طبعا العلاقة اللي فيها من الواضح المودة والرحمة وحسن المعاملة والسلوك الطيب ما بين الزوجين بقى. وطبعا يعني عرفنا انه الام لحقت بالوالد بعدها بثلاث شهور تقريبا، وحتى دكتور مصطفى اشار الى انه العلاقه كانت وثيقه جدا وكان في حزن شديد على الفقيد. طيب، ممكن حضرتك تقول لي يعني مشاعرك وانطباعك كابن ل يعني الاب والام اللي بنتكلم عنهم النهارده، اللي ممكن ناخد من حياتهم كده عبره جميله. والدتي رحمة الله عليها زي ما قلت لحضرتك كانت توأم روح والدي، دي حقيقة، رفيقة الرحلة. كتب كتابهم كان في أغسطس 68، فحضرتك تخيلي والدي توفى سنة 2020، يعني احنا بنتكلم في 52 سنة عمر. الحياة بعد والدي بالنسبة لوالدتي ما كانش ليها معنى، وده وضع حقيقي. وبالتالي أعتقد هي تلاقي الأرواح، يعني الأرواح أبت إلا أن تتلاقى بمشيئة ربنا طبعا. لكن والدتي كان عندها يعني أمنية، وكانت بتطلب إنها تلحق بوالدي، وربنا استجاب لها رحمة الله عليهم. بتدعي بده رحمة الله عليهم. مظبوط، كانت بتدعي بده يا استاذه ريهام. دي حقيقه، ربنا الله يرحمه ويحسن اليها ويرحم سياده الفريق. واحنا بنشكرك شكرا جزيلا يعني لوجود حضرتك معانا، واسفين لو كنا اطلنا على حضرتك يعني، ولكن كان لابد الحوار ده عشان نحيي دايما ونثري دايما الاسماع بسيره رجل حقيقه فاضل ورجل عظيم ورجل محب لوطنه زي سياده الفريق محمد العصار رحمه الله. اسمح لي لو تسمح لي يا استاذ. تفضل طبعا. بعد اذن حضرتك. تفضل. أنا في جملة سريعة لازم برضو أرجع الفضل لأهله. إحنا لن ننسى موقف السيد الرئيس والسيدة حرمه في وقت تعب والدي ووقت الوفاة وما بعد الوفاة، والقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربي. الحقيقة المواقف الصعبة دي لمسنا الاهتمام والرعاية، فده شيء كان لازم أذكره. وأنا شاكر لحضرتك والأستاذة ريهام على وجودي معاكم، وعلى إحنا اللي بنشكر حضرتك في ذكرى والدي رحمة الله عليه. إحنا اللي سعداء بوجود حضرتك معنا، والمقتطفات السريعة دي اللي تعرفنا عليها من حياة الفقيد الفريق محمد العصار. شكرا جزيلا لوجود المهندس أحمد العصار معنا عبر الصوت والصورة. احنا هنلتقي بعد قليل مع الفنان سامح حسين، فنان من نوع خاص جدا، بدأ بكوميديا جميلة جذبت الأطفال يعني، وده شيء صعب قوي، وطبعا باقي جمهوره توالى بعد كده في حبه وفي تشجيعه. خلينا نتابع التقرير اللي معانا دلوقتي، وبعد التقرير نلتقي وضيفنا الكريم. خليكم معنا. الفريق فخري محمد العصار، واحد من رجالات مصر المدافعين عنها، وعضو المجلس العسكري إبان ثورة 25 يناير
الواجهة الإعلامية للمجلس العسكري عقب ثورة يناير وزير الإنتاج الحربي. ولد الفريق فخري محمد العصار في 3 يونيو عام 1946، تخرج من الكلية الفنية العسكرية عام 1967، شارك في حرب الاستنزاف ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر سلاح المهندسين العسكريين. كان يشغل منصب مساعد وزير الدفاع لشؤون التسليح، وهو أحد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية. ارتقى في المناصب داخل القوات المسلحة حتى أصبح رئيسا لهيئة التسليح المسؤولة عن التعاقد على صفقات الأسلحة ودخولها وخروجها من الخدمة. لمع اسم الفريق العصار خلال فترة 2011، وكان مسؤولا في المجلس العسكري عن ملف العلاقات الخارجية بالإضافة إلى الاتصال بالإعلام والقوى السياسية. كان له دور بارز خلال ثورة 30 من يونيو، وكان أحد الحضور بمؤتمر 3 من يوليو الذي انتهى بالإعلان عن الانحياز لإرادة الشعب المصري ونهاية حكم الإخوان الإرهابية. حصل خلال مسيرته الحافلة على وسام الجمهورية من الطبقة الثانية، نوط الواجب من الطبقة الأولى، نوط الخدمة الممتازة، ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، ميدالية مقاتل أكتوبر 73، ووسام جوقة الشرف مرتبة قائد من فرنسا. شهد قطاع الإنتاج الحربي منذ تولى مهمة وزارة الإنتاج الحربي العديد من الإنجازات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فالوزارة امتلكت منظومة متكاملة تعمل من خلال 5 محاور: صناعية وتدريبية وبحثية ونظم معلومات وإنشاءات، هو ما جعلها جزءا مهما في الصناعة الوطنية بما لديها من إمكانات وتكنولوجيا تصنيعية وفنية وكوادر بشرية متميزة. منح في آخر أيامه من الرئيس عبد الفتاح السيسي وحصل على رتبة فريق فخري. الفريق فخري محمد العصار، مسيرة نصف قرن من حرب الاستنزاف إلى وشاح النيل، مسيرة حفرت في وجدان وذاكرة الوطن بشموع مضيئة. شكري لزملائي وكل العاملين في الإنتاج الحربي على الجهد المضاعف اللي بيعملوه حاليا عشان يضعفوا الإنتاج ويضعفوا الدخول ويحسنوا الهياكل المالية لشركات الإنتاج الحربي، واللي بتعود عليهم إن شاء الله بالخير وعلى البلد كلها بإذن الله. من مصر، محمد عبد العال. طبعا أنا قدمت قبل الفاصل، والتقرير اللي كان معانا دلوقتي بيقدم الفنان الجميل ضيفنا وضيفكم اللي بدأ مشواره بنجاح، يعني كل طلة ليه كان ليها الحقيقة خطوة في حياته الفنية. هنعرف أكتر عن كل النجاحات اللي قدر يكسبها، وفي نفس الوقت أخباره إيه دلوقتي في مشوار مهم كوميدي وتراجيدي سينمائي مسرحي درامي. وسامح حسين، اهلا وسهلا. ميرسي جدا، ميرسي جدا، ميرسي جدا. منور منور حضرتك، الله يخليك. منورنا ووحشنا. كتر خيرك، انت وحشتني بقى. ربنا يخليك. احنا سعداء بوجودك معانا. ربنا يخليك يا استاذ ريان. وانا بقدم كل بقول مسرحي ودرامي وسينمائي، ما قلتش واعلامي كمان. واعلامي خلال الاخر. صح صح. الزميل سامح حسين، تجربه برضو جميله. الحمد لله. وحلوه. الحمد لله. هي انا يعني عملت ايه؟ انا بحب دايما التجارب المختلفه. بحب اعمل حاجه اللي انا عايزها، اللي انا بحبها. حتى ايام الجامعه كنا بنعمل مشاريع التخرج بتاعتي كلها، انا معايا ليسانس حقوق وليسانس اداب. ايوه. فالاثنين شعب التمثيل واخراج في ليسانس اداب قسم مسرح. فكان كل مشاريع تخرجي كلها تراجيدي. تراجيدي. لان انا بايدي ان انا اعمل مشروع التخرج اللي انا عايزه، لكن لو انا خرجت بره هيحطوني في القالب الكوميدي بس. طب انا عايز اجرب، محدش هيديني التجربه دي غير انا بس. فكنت اعمل ده، والحمد لله ال4 سنين امتياز في كل المشاريع. يعني حابب اعمل ده. بس لما جه الحب لشغلك او لمذاكرتك. انا شغوف بالفن. بفكره ان انا اعمل حاجه انا بحبها، ويا سلام لو فيها رساله، حتى لو الرساله دي هعلم بيها ناس تطلع. لان اخدت سنين طويله كمساعد مخرج وكمخرج كمان مسرح، واشتغلت مساعد مخرج كمان سينما.
فعشقي ان انا اعمل كل حاجه بشكل عايز ادخل ده اعمله احبه اعمله. فعملت دخلت المجال بتاع البرامج. انا عملت سنتين ورا بعض برنامج هوا، انا بحب جدا الهوا جدا يعني، اذاعه كان قبل الفطار في الاذاعه. الاذاعه ده انت بدات يعني بصعب وبحب بقى هيستمر جداً معاك مايك الاذاعه ده مش هتنساه ابدا. اه لان كمان مثلت اذاعه كتير وهم قالوا لي كمان ان ايه صوتك يعني مميز يعني من الاصوات اللي ايه اللي ممكن تبقي عارفاها. واشتغلت بعديها عملت موسمين برنامج في احدى القنوات، ودلوقتي بعمل مع هادي كرم وشيري برنامج وشيري طبعا موفق موفق دايما. طيب انت واضح انك انت بتمشي ورا شغفك، الى اي مدى انت شايف ان ده ساعدك ساعدك في مشوارك؟ يعني انت بتحب تراجيدي ولكن اشتغلت كوميدي ونجحت كوميدي، شايف ان شغفك ده نجحك ولا انك انت تمشي ورا ما هو مطلوب ورا ما هو متاح؟ لا انا لا يمكن امشي ورا ما هو مطلوب. النجاح من وجهة نظري الحاجة اللي انا حبيبها، هو ده نجاحي. هو يعني مش نجاحي في عينيك في انك تتواجد في نظرك، لا انا بحب ده ومستمتع وانا بعمله ولا لا، فهو ده نجاحي اللي انا ابقى فخور بيه. ممكن ابقى في حته تانية بس مش فخور بيها. بس في ناس تقول لك انا محتاج اكون على الشاشه دايما، محتاج اكون طب ما انا على الشاشه على طول دايما. انا بقول لحضرتك على حاجه، وناس بتعمل ادوار وبتعمل ادوار متكرره وحاجات كتير. طبعا هقول لحضرتك على حاجه، هو فضل من عند ربنا ان دايما الاعمال طالما ناجحه فبتتعاد مره واثنين وثلاثه، دي نقطه. والنقطه تانية المسرح، انا لا يمكن يا استاذ عمرو اسيب سنة من غير ما اشتغل مسرح. انا عامل فوق مثلا 170 مسرحية ما شاء الله، منها اللي اتصور ومنها اللي معظمها دايما لما حد بينجح واساسه مسرح، ويمكن ده حصل في مسلسلات رمضان جابوا وجوه كتيرة عرفت تنجح في الادوار اللي كانت بتقدمها. قالوا ابحث عن المسرح، هقول لك ان اصولهم وجذورهم مسرح. هقول لحضرتك على حاجة يا سريم، انا لما الفترة اللي اشتغلت فيها مساعد مخرج، يعني من النادر جدا في الفترة اللي انا كنت فيها ان حد يروح مسرح ويختار ممثلين من مسرح، كانوا بيختاروا من مكاتب او اوديشنات او حاجات كده. انا الوحيد اللي كنت بنزل لاني بتاع مسرح، فكنت بنزل مسرح علشان عارف ان بتوع المسرح دول هم وراهم حاجات، هم فاهمين المخرج هيقول كذا، فهو خلاص متأسسين مش هيقعد بقى ايوه متأسسين وبيتمنوا يشتغلوا مسرح، يشتغلوا قدام كاميرا اذا كانت سينما او فيديو يعني. فالمسرح هو اساس كل شيء، فانا دايما موجود في المسرح. في فنانين كبار ما اشتغلوش مسرح، علاقتنا بيهم الشاشه لانه المسرح بيقول مواجهه مباشره مع الجمهور طبعاً. ومش سهله، وممكن يعني تعمل ارتباك لو الجمهور ما ضحكش في لازم يضحك او يعني الى اخره طبعاً. فممكن ده ياثر عليه طبعا طبعا. وهي تدريب كمان يعني، هي دايما ايه بدل ما اروح بحب التمثيل، فبدل ما اروح اخد ورشه في ورش جميلة ومحترمة، لا طب ما أنا أشتغل مسرح. وجانب تاني أنا أعتقده يعني إن في يعني واجب على الفنان تجاه البلد إن هو يشتغل مسرح دولة. ليه؟ مسرح الدولة إحنا عندنا مسارح كتيرة جدا. أيوة. وعندنا مسرح الدولة ده أولا ما بيخليكيش ما بيجبركيش على نوعية معينة من المسرح. لا أنا عايز أعمل يعني آخر مسرحية أنا عاملها لفولتير، لو قطاع خاص هيقول لي فولتير مين؟ عايز مكاسب. لا هعمل ده في مسرح الدولة، التذكرة هتبقى مخفضة، فده واجب. فده يخلي في جمهور يجي. واجب عليا أن أنا أنزل أشتغل مسرح وانزل اشتغل مسرح لاولاد طبعا طبعا. فانا عاشق للمسرح، علشان كده بقول لحضرتك يا عمرو انا موجود دايما في المسرح، ومؤخرا بقى السوشيال ميديا انت بتبقى موجود على طول في السوشيال ميديا طبعا. انا بقول لك ده ليه، لان في حاجات معينه ومحطات لسامي حسين جميله قوي يعني لله. كلنا حبيناك فعلا فيها يعني مثلا يعني احنا بدانا براجل وست ستات يعني رمزي طبعا، شخصيه رمزي الشخصيه الجميله اللذيذه اللطيفه دول حبيبي الحمد لله صح، دول بتاع الحملات الجميله دي، اعتقد دي كانت محطه اكيد مهمه بالنسبه لك طبعا
طبعا هي دي اللي يعني اللي من بعدها بقيت اسافر اي دوله عربيه يعرفوني علشان المسلسل ده، لانه اتوزع بشكل وكان جديد ساعتها من نوع الفكره جديده. وكان بيتوتي يعني ما كانش كمان متغرب، لا هو الاسره مشاكل الاسره عامله ازاي، فدخلت البيوت بشكل من اوسع. هي العيله ورق. كمان ده هو كان بيتكلم على العمه وعلى الجده والزوجه، هو تشعب فعلا من الطفله لغايه الكبار يعني. ذكرياته حلوه معاك. نعم لغايه الجد، لغايه الجد بابا سته. طبعا الله عليك. الله ذكرياته حلوه معاك يا استاذ. طبعا تحيه يا استاذ كبير. طبعا ايه اهم حاجه بتفتكرها منه؟ لان هو لينا احنا كمان معاه ذكريات، فاكيد مع اهل بيته. هقول لحضرتك حاجات ما تتنسيش كتيره. هو علشان هو حلقات كتير كان طبعا ده 9 او 10 مواسم. وكانت كان الموسم 34 حلقه مش 30 حلقه. فذكرياته كتير، لكن الحاجه الكبيره اللي انا طلعت بيها منه ان انا كنت دايما ما قبل دخولنا السيت كوم ده كنت بقعد اقول يا رب انا مش عايز السيت كوم ده اصلا. مش عايزه لانه مسخ من المسرح. المسرح حاجه حقيقيه، نبض حقيقي. السيت كوم ده غربي قوي، ضحك يعني الجمهور البروي ده مصطنع يعني، وديكور مع يعني ده ديكور مش شقه حقيقيه. فكنت بقعد اقول ايه، لا انا مش عايز ده. وكنت ماضي حاجات تانية. الحاجات التانية وقفت سبحان الله. وده بس انا كنت داخل بنيت ان مش عايز افشكل وعايز لا انا هشتغل وامر لله بس مش حابب. ما انا بصوا عشان كده سالتك، هو انت بتمشي ورا شغفك ولا بتمشي ورا ما هو مطلوب؟ عشان بس انا كنت بشتغل عايز المرات. بس انا هقول لحضرتك ما كانش عايز السيت كوم يعني، بس كنت بشتغل حاجات تانية ورا شغفي وبعمل ده ارضاء لحاجات. مش هو ده الاساس، مش ده الاساس. فربنا نصيبك عشان جدا ينجح فيه. فمش دايما كل اللي بنفكر فيه هو الصح. درس أكيد. حلو ده. وبعديها يا استاذ عمرو اشتغلت بشغف شديد جدا. انا كنت باخد مفتاح الاستوديو، انا اللي كنت بروح افتح يعني الاستوديو. انا اللي كنت بروح افتح باب الاستوديو. طيب ليه بشتغل يعني واحد مخرج من الفنانين وبشتغل بتاع اكسسوار وبشتغل كل حاجه عندي، مش ممثل بس. انا عمري ما وعمري في حياتي ما اشتغلت المهنه دي بروح البروفيشنال او المحترف. لا 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 خالص، انا هاوي، انا بحب ده. فما عنديش مشكله خالص ان انا اعمل ايه. اي انا في المسرح اشتغلت كل حاجه قوي. اداره مسرحيه اشتغلت، اضاءه اشتغلت، ديكور اشتغلت، في المسرح ملقن اشتغلت. انا لقنت استاذ محمود الجندي في مسرحيه. الله. كنت شغال ملقن، وده نجم مسرحي طبعاً. تقيل يعني طبعا. يعني بحب الفن بصراحة. طب اروح للسينما بقى. انا بحب الفيلم اللي كان مع ميرنا المهندس. ميرنا المهندس، جيران السعد. جيران السعد الله يرحمه. علاقتكم بالاطفال برضو برضو ليه علاقة بالاسرة بس بشكل تاني. ودي حقيقة، اللي حصل في الفيلم ده حقيقة، بس طبعا تناولتوه بطريقة ساخرة شوية. لكن قد ايه في ناس كتير بتنزعج من الجيران طبعًا. اللي عندهم اطفال اللي بيصحوهم من الفجر طبعا. فممكن تقولي عن التجربه دي مع واحده من الفنانات الجميلات اللي بنفتقدها يعني. هي الله يرحمها طبعا. هي من الفيلم ده زي ما حضرتك قلتي في الفاصل، ان يعني من ضمن الافلام اللي بتتعرض كتير قوي لانها محببه للاسره يعني. أنا بنشوفها كتير قوي تلفزيوني جدا. جدا يعني. عاملينه يعني يلا بينا نعمل حاجه فاني وفيها ضحك وفيها وحقيقيه وفيها رساله. ايه يا استاذ ريهام؟ ان الاعتذار يعني خلق وثقافه الاعتذار. ايوه صح. حتى من الكبير للصغير. فده كان في صح. الفيلم صح. ان انا جيت في وقت اعتذرت لهم، دي أيوة. ثقافه. وهم اعتذروا لي. وفي فرق ما بين وفي فرق ما بين الطفل الشقي والطفل الغير مؤدب. صح. فاحنا كنا كانوا مجموعة اطفال كل واحد ليه شخصية فعلا. فكنا واخدين الجانب ان هم اشقية لكن مؤدبين. اعتذروا. وبشكل لايت خفيف يعني. فايه؟
فربنا كرمنا فيه يعني دخل برضو قلوب الناس الحمد لله فضل من عند غوين الدادة دودي للأطفال. في الدادة دودي برضو في الدادة دودي هتعمل فيه شوية مقالب برضو صح كده من ياسمين عبد العزيز ومن طبعا. الأطفال حاجة يعني كرم وكريم برضو أعتقد كانت برضو محطة لطيفة يعني أنك تشتغل في المساحة دي الحمد لله كل يعني كل الحاجات اللي أنا عملتها يعني بحبها جدا وكانت خطوات لأن يا أستاذ عمرو أنا يعني إيه انت شغلك هو ظهرك هو وسطتك قيمتك وهو اللي كان وده الصح ان انا بشتغل حاجه هنا عجبتك فيها فبتديني دور اكبر فبتديني دور اكبر فدي كلها كانت محطات وصلتني اللي انا قاعد معاكم بس بتحب الاطفال كنت مركز ان شغلك كنت متوقع عشان اكون محدده ان جمهورك يبقى في شريحه كبيره جدا من الاطفال دايما بيقولوا التعامل مع الاطفال والوصول ليهم من اصعب يعني الامور هقول لحضرتك على حاجه شارل شابلن ده مؤسسه في الفن كان مخرج وممثل ومؤلف ومونتير وهو اللي بيعزف المزيكا كان بيعمل بيصنع الفيلم وبعدين في العرض الخاص يقوم جايب اطفال يقعدوا يتفرجوا على الفيلم وهو من ورا الستاره يتفرج ايه المناطق العاليه اللي ضحكوا فيها والمناطق اللي مش عارف ايه فيعيد المونتاج بتاع الفيلم بناء على ردود افعال عشان دي الفطره بتاعت البني ادم في الطفل وتفاعله مع الحاجه بدون رياء وبدون محدش منكد عليه وهو جاي والدنيا مش زحمه مش فارق معاه هو جاي بالفطره بيضحك بيور يعني. جدا ابيض بالظبط فان زي ما حضرتك بتقولي ان توصلي للطفل ده حاجه أكيد. صعبه جدا ودي هبه من عند ربنا مش يعني مش حاجه غير انها هبه بدليل ان راجل وست ستات بص عملنا حلقات قد ايه انا تقريبا ما طلعتش مع منة عرفه كانت طفله غير مثلا حلقه او اتنين في المسلسل من 300 وشويه حلقه او 200 وشويه حلقه وكان انا ده اطفال لا هو مش ما عملتش معاها غير حلقه او حلقتين انت فذلك كنت قريب وملمس جدا مع الاطفال الملامح ممكن يا استاذ سامح فاشتغلت الملامح والصوت والكاركتر اللي احنا رسمناه كمان الالوان بالحملات بالحاجات دي واشتغلت بعديها كرتون لغايه القبطان عزوز كان بسنت ودياست وبسنت طبعا ثم عملنا خمس اجزاء تقريبا ثم بعد كده عملت القبطان عزوز وبالمناسبه ده كان انتاجي قبطان عزوز قعدت كنت منتج منفذ 3 سنين في التلفزيون المصري ثم عملت بعد كده جزئين انتاج خالص الكابتن عزوز من حب جدا من عايز اقول لك على حاجه بقى بسانتو ودياستي ده صعب قوي انك تضيف شخصيه من شخصيات رمضانيه وتحفرها كده في ذاكره المجتمع المصري وبعدين طبعا بتنطلق بعد كده للوطن العربي للشخصيات اللي احنا حافظينها اصلا النهارده احنا بنحط الشخصيات دي بسنت ودياستي جنب فطوطه وجنب كل بقى العمالقه اللي يعني حفروا اسمائهم في رمضان وعم فؤاد الى اخره دي اعتقد واحده من النجاحات اللي بقى متميزه مختلفه شويه مش كده ولا طبعا ايه؟ يعني ده فضل من عند ربنا يعني هو دايما الكرتون ده بيعتمد على الخيال في الرسم في المواضيع في الضحك يعني الطفل اساسه خيال اصلا فبتلاقيه اول حاجه تلقط على طول مع الجمهور هو الطفل في الكرتون او في الجرافيكس ده بس كنت متوقع كده يعني النهارده احنا واحنا بنشتري الحاجات يعني زينه رمضان نلاقي بكار ونلاقي بسنت ودياستي ونلاقي انا في ناس بيقعدوا يبعتوا لي القبطان عزوز اللي هو جنب حاجات بتبقى طبعا معلمه يعني طيب اسمحي نطلع الفاصل وبعد الفاصل نرجع نعرف منك انت ليه اديت طاجن الكهرباء للبلديه وطاجن البلديه للكهرباء بعد الفاصل خليكم معانا رجعنا تاني مع حضراتكم والنجم الاستاذ سامح حسين بنجدد ترحيبنا بيه واهلا وسهلا منور كان نفسي اعرف الحقيقه يعني زي ناس كتير ليه بدلت الطواجن طاجن الكهرباء ده البلديه وطاجن البلديه ده الكهرباء وده كان سؤال الله يرحمه الاستاذ طلعت زكريا كان بيساله لك الله يرحمه فيلم جميل جدا من الافلام الجميله جدا
ده تأليف الأستاذ يوسف معاطي وإخراجي الأستاذ سعيد حامد. حياتنا ليه طبعا أستاذ يوسف. واشتغلت أنا مع الأستاذ طلعت زكريا سينما واشتغلت معاه فيديو مسلسل مبروك جالك قلق هو الأستاذ هاني رمزي. صح وغدا عيد. واشتغلت واشتغلت معاه مسرح كمان مؤخرا، هي يعني كان آخر مسرحية تقريبا هو عملها كنا بنعرضها بره مصر يعني. فشخصية حبوبة واشتغلت معاه سينما كمان في قصة الحي الشعبي. ايوه مظبوط. فكان الفيلم ده انا يعني ايه عمال كان ايه كده استعراضي، وكان فيه نيكول سابا اعتقد سابع. مش كده الله يرحمه يعني. الله يرحمه. بس هو فيلم حلو قوي وكوميدي لكن مليان بالمواقف المهمه طبعا، وظهوركم كلكم فيه كان بصمه يعني. مفيش دور كان اعلى من دور، متهيألي كان كله عشان الورق وعشان متوازن. المخرج يعني الورق لما يبقى قوي والمخرج بيعمل فيلم بيعمل موضوع مش بيعمل للفلان موضوع، لا بيعمل فيلم فبيطلع حاجه بتعيش تستمر بقى. طبعا دي نقطه بقى مهمه. طبعًا التاريخ طبعًا، لاني في شغل بيبقى حلو في اللحظه دي او في الوقت ده، وتلاقي النقاد كلها بتقول انه مش قد كده بس جايب ايراداته وعامل شغل في السينما، لكن مع التاريخ مش موجود ابدا. طبعا طبعا. وفي افلام بتعيش، وفي افلام استاذ يوسف شاهين ما كانتش جماهيريا بتنجح بس عايشه لغايه دلوقتي. مظبوط. ما هياش مقياس صحيح. يعني خالص. طيب عايزه بقى يعني ارجع تاني لمشوارك. انت متنوع جدا يعني، حاجات كتيره قوي الحقيقه يعني في اعمالك اللي قدمتها. ازاي بتعرف يعني تمسك مفاتيح الامور كده علشان كل حاجه ما تعديش مرور الكرام، تعيش زي ما كنت دلوقتي حضرتك بتقول الفكره دي؟ على قد ما بقدر يا استاذه ريهام ابقى قاعد. هو رقم واحد الورق، تهتم يعني بالورق جدا طبعا. الموضوع عامل ازاي والورق عامل ازاي على قد ما بقدر، وما فيش حد يعني كلنا بنسعى يعني. على قد ما بقدر بموت نفسي على في الشغل على الورق، وببقى باصص لان اشتغلت مخرج فببقى باصص من منظور اكبر، فرق مش معاك على دوري. لا على كل الادوار عامله ازاي، المساحه الزاويه كده مش كده. على الديكور هيبقى عامل ازاي، يعني الصنعة نفسها عاملة ازاي. على قد ما بقدر بشتغل على ده وببقى مؤمن بده، لازم ابقى مؤمن بيه مش بشتغلها وخلاص. لو بشتغلها وخلاص لا اشتغل اي حاجة تانية يعني. انا امتهنت مهن كتير جدا. ايه بقى؟ عايز اعرف المهن الغريبة عن الفن بقى. يعني انا ما قبل اشتغلت اعمال يدوية كتير، اشتغلت نجار وحداد ونقاش ويعني اشتغلت حاجات كتير. ابن بلد مدقدق. طبعا الحمد لله، لان شبراوي والله. شبراوي. الله يخليك. فما هياش فارقه خالص معايا وانا طالعه من تحت الصفر. فمش فارقه معايا ايه هاكل ايه النهارده، انا متعود ان انا ما فيش. بس اعمل اللي انا عايزه. فدي الحسبه بتاعتي. مش عارف ليه حاسس الحسبه دي. سامحني بقى، سامحني يعني. قول لي هل الحسبه دي اخرت سامح حسين شويه او فرملته شويه او اخرت انطلاقته لمساحه اكبر واوسع من اللي هو فيها؟ بص هقول لحضرتك على حاجه. احنا الفتره اللي فاتت برضو يعني اتعرض عليا حاجات مش حاببها فمش هشتغلها. طب انت ما كنتش حابب راجل وست؟ لا لا، بس المنتج كان حلو. الورق كان حلو والشغل حلو، نفسه كان حلو. الفكره مش مقتنع بيها. الفكره لكن اساسا مش ما يبقاش مقتنع بيها. ما يبقاش الفكره ولا المنتج يعني حلو. كل اللي اتعرض عليك حاسه يعني حاسه مش حلو، حاسه مش هستمتع بيه، مش هستمتع مش هتعمله زي ما انت عايز. فمش عايز اخد يعني خطوه لورا. لا انا لو هثبت افضل من ان انا اخد خطوه لورا، دي بالنسبه لي. زائد ان انا شغال مسرح متفائل كنت. وكنت لغايه وقت قريب كنت بعمل كرتون. كان انتاجي ده شغل. بس الناس تقول لك الشاشه في موسم زي رمضان، ادعيلي يا البريق بتاع رمضان ده، ادعيلي يا استاذ، وانت تستحق يا استاذ سامح ده. ادعيلي. بص انا اشتغلت حوالي 11 سنه تقريبا ورا بعض رمضان، لازم رمضان موجود فيه. صح.
فانا حاسس من وجوه رمضان سامح حسين طبعًا. انا طبعًا. حاسس بالطعم ده. لما ارجع بامر الله لازم ارجع مما انتهيت ان شاء الله. مش هرجع من اول وجديد لا ارجع من اول وجديد كاجتهاد بس بتدور على بطولة مطلقة بصراحة لا لا ابدا يعني بشتغل ده او ده يعني يعني لو جالك العمل في رمضان مع بطولة تانية مشتركة مجموعة. او مجموعة عادي مجموعة. عادي طبعا طبعا عادي. سينما او فيديو ما اشتغل يعني اقصد بعد بقى النجاحات دي لا 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 ما في ما عنديش مشكلة العمل يبقى كويس دي اهم حاجة العمل نفسه يبقى كويس قيمة المنتج مع حد انا تاني انا تالت انا اول دي مش فارقة خالص البعض كان ممكن يقول هو بحفظ الألقاب يعني سامح حسين استعجل شوية ان هو يروح لمرحلة البطولة المنفردة بعد راجل وست ستات خصوصا يعني والله اللي كان بيتعرض عليا كله ساعتها كده هو يليق بك وتستحقه بالمناسبة بيتعرض ساعتها كله ده وهقول لحضرتك على حاجة احنا اول عمل ليا كان بعد راجل وست ستات كان عبودة ماركة مسجلة مظبوط ايوه وكان ساعتها يا استاذ عمرو هيصت ان يلا بينا نعمل سيت كوم انا ساعتها قلت لهم مش هعمل سيت كوم وكان مضمون عندهم ان انا لو عملت سيت كوم انا يعني هاكل جدا يعني انت ويا سلام لو عملت ده رمز ده في شخصيه لا مش هعمل ايه اللي مختلف ساعتها المسلسل الكوميدي لا ثواني هو كان ممكن يجيبوا له يعني اعترض عليك انه رمزي يبقى لوحده بقى خلاص مش عايز اعمل زي الليمبي في الناظر بيستغلوا نجاحه في الناظر يعني يبقى الليمبي هو يوظفوه طب اعمله هنا جنب الناس اللي انا نجحت معاهم اعمله ليه لوحده بس كان هيفرقع رمزي لوحده بالمناسبه عبوده بالمناسبه فرقع يعني. اكتر واداني فرصه ان انا اعمل بعديها اللص والكتاب انا عملت عبوده كان اول مسلسل كوميدي ساعتها من بعد مسلسلات كوميدي كانت زمان ما بتتعملش بقول لك ايه يا استاذ سامح هو ليه بعديها انا اسف اسرائيل بعديها هيصه المسلسلات الكوميدي تمام نجوم كبار عملوا مسلسلات والسيت كوم قل طيب ليه لما فنان بينجح في شخصيه قوي جدا بيبتدي بقى يخرج منها حتى لو الجمهور عايزها بيخرج منها بحسه بيخرج بالعافيه خلاص هيروح لاي اتجاه تاني ليه لاحظتها في فنانين كتير مش فاهم يعني ليه انا انت حضرتك دلوقتي نجحت في رمزي مش عايز تعمل رمزي بطوله لوحدك لان اوريدي موجود انا كمشاهد شايفه ان رمزي ممكن ماشي ينجح. اعمله في نفس الحته اللي انا كنت فيها ده بيديلك بطوله ماشي طب ما في حاجات تانية وانا هعيش حياتي في ده لا بس طبعا بس لسه فيها طب واسماعيل ياسين طب ما انا عملت 10 عمل السلسله بتاعته قعدت قد ايه والسلسله سينما ما عملش فيديو نفس الحاجه تعملهاش فيديو لا ما عملهاش فيديو نفس الحاجه مساحه طويله بقى بص يا سامر احنا موجودين راجل وست ستات مع بعضينا كلنا هننجح مع بعض لو حد راح لوحده وعمل الشخصيه دي لوحدها المشاهد هيقارنها طبعا بالسيت كوم بالمجموعه كلها بدليل ان التلات اجزاء اللي كان ما كانش فيهم رمزي كانت اقل فنيا من حقيقي. الاجزاء اللي كان فيها رمزي مش تقصير منهم بس هي الشخصية كان مهم الشخصية نفسها توليفها كلها التوليفة الدرامية كانت محتاجة رمزي طبعا كانت بالظبط كانت بتطلب رمزي في عملت ده بقى الدرامية. عملت اللي حضرتك بتقول عليه بس بشكل مختلف شوية زي اللي انت بتقول عليه بتاع اسماعيل ياسين عملنا لص والكتاب شخصيتين فطين مدرس تاريخ وميشو ده حرامي مظبوط ما عندوش انتماء عملته كان في دماغي ان انا عايز اعمل مشروع اسمه فطين وميشو عملت بعديها بسنتين او ثلاث سنين حاميها وحراميها فطين وميشو بس فطين كان محامي بيدافع عن الحق ايوه وميشو كان قاتل اجير كان كان فلسفه الوقت اللي طلع فيه حاميها وحراميها تستدعي ده هل قوه القانون اللي تسود ولا قانون القوه اللي يسود مظبوط طيب في اللص والكتاب كان الجمله بتاعه الانتماء في انتماء للمجتمع بتاعنا وانتماء لوطننا وانتماء لمبادئنا ولا صحيح. ما كانش فيه انتماء فعملت ده كان في دماغي بعد كده اعمل الثنائي ده زي ما اسماعيل ياسين عمل بس بشخصيات مختلفه فطين مره يبقى مثلا وسطي
ومش ويبقى ارهابي متشدد او إيه؟ ارهابي بالظبط كده، كان ده اللي في دماغي بالزبط. ما بين اللونين حضرتك بالزبط. عموما كل اللي بتقدمه ان شاء الله دايما ناجح أشفر. لانك فعلا في النهايه صاحب مبدا وبتحب شغلك جدا أشفر. ربنا يوفقك استاذ سامح حسين الفنان الجميل الكبير قيمه. شكرا جزيلا لوجودك معانا يا استاذ سامح، شكرا جدا وسهلا وكل التوفيق ان شاء الله. كتر خيرك. بس عايز حاجه اخيره. اتفضل. سلام الشديد لمولانا عيني علي جمعه. دكتور علي جمعه حاضر. سلام الشديد امانه. حاضر. سلام أمانة على الهواء. حاضر. امنتني امانه وان شاء الله يوم السبت الجاي تصل. لا لا بكره بكره ان شاء الله الصبح ابلغ فضيله الدكتور. شكرا جزيلا لحضرتك، شرفتنا السنه. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لحضراتكم. شكرا تاني. شكرا يا عمرو وتصبحوا على خير.